أبشير بيبو جون. من منا ينسى هذا الهتاف الشهير في واحدة من أشهر مباريات القمة على مر تاريخ الكرة المصرية، التي كان بطلها الأول مهاجم الفريق الأول السابق بالنادي الأهلي ومنتخب مصر خالد بيبو. وخالد بيبو عملها، خالد بيبو يلقي بكلمة الافتتاح، خالد بيبو في الدقيقة 6. يا سلام، وادي الأعلام الحمراء تحمر مدرجات النادي الأهلي. ولد خالد علي محمد الأمين الشهير بخالد بيبو في 6 أكتوبر 1976. تعود أصوله إلى محافظة قنا في صعيد مصر، لكنه شب وترعرع في محافظة السويس الباسلة. بدأ مشواره مع كرة القدم في مركز شباب فيصل بالسويس، ومنه التحق إلى نادي بور توفيق، ثم بدأ رحلة نجومية من داخل مدرسة السامبا البرازيلية في مصر، النادي الإسماعيلي. بعد التألق بقميص الكناري الأصفر، انتقل اللاعب إلى النادي الأهلي وتألق بقميصه في مختلف البطولات التي شارك فيها على الصعيدين المحلي والإفريقي. لعب بيبو داخل جنبات القلعة الحمراء خلال الفترة بين عامي 2000 إلى 2005، حيث خاض مع الفريق نحو 80 مباراة وسجل 20 هدف. لكن يبقى من أهمها على الإطلاق الهاتريك التاريخي في مباراة القمة أمام الزمالك في الدور الثاني من بطولة الدوري الممتاز لموسم 2001-2002. وماشي خالد بيبو أرضية وفاروق وبيبو والهدف الثابت. يخرب عالك يا راجل. كعادتها كانت الجماهير الحمراء تترقب مباراة القمة ذاك الموسم. قاد هجوم الأهلي الثنائي خالد بيبو وأحمد بلال. ابتسمت الساحرة المستديرة تماما للمارد الأحمر ولنجمه الشاب خالد بيبو، ليتعملق وليدك شباك محمد عبد المنصف برباعية تاريخية، بينما تكفل الثنائي إبراهيم سعيد ورضا شحاتة بالهدفين الباقيين. ساند رضا وبص رضا وحط رضا، حلوة يا رضا. 1-0 في الدقيقة 4 من بداية اللقاء. وادي رضا المتألق في أول ظهور له مع النادي الأهلي. لن تنسى الجماهير الحمراء الرعب الذي كان يسيطر على دفاع الأبيض وحارس مرماه كلما وصلت الكرة لخالد بيبو، ومعها التعليق الذي لا ينسى لمدحت شلبي مرددا: بيبو بشير بيبو جون. طالع له بلال وطالع له بيبو، يحطها لبيبو 1-1. بيبو بشير بيبو جون 4-1. مش ممكن يا بيبو، الولد ده لعيب كبير. التاريخ لا شك سيذكر طويلا أن خالد بيبو هو اللاعب الوحيد في تاريخ لقاءات القمة الذي نجح في تسجيل 4 أهداف في مباراة واحدة، وخاصة في مرمى الزمالك.